مساء الخير طلاب، إن شاء الله راح يكون عندكم مؤتمر إلكتروني على برنامج الزوم. راح نجاوب على كل الأسئلة اللي مبهمة بالنسبة لكم وكل استفساراتكم بخصوص الطب البيطري وبخصوص الدراسة اللي تخص الطب البيطري وفرص العمل، وأي سؤال عندكم راح نجاوبه إن شاء الله. وأيضا راح نتطرق للمواضيع اللي تخص الطب البيطري والمراحل الدراسية وأيضا المواد اللي ندرسها في كل المراحل والربط بين المواد من المرحلة الأولى إلى المرحلة الخامسة وفرص العمل بعد التخرج والفرص اللي متاحة للطبيب البيطري. راح أخلي لكم الروابط اللي من خلالها تقدرون توصلون للمؤتمر بالتعليقات وبالوصف. شكرا لكم.